هذا اللقاء بعنوان صناعة القيادات الشبابية، نظمته جامعة اليرموك بالتعاون مع وزارة شؤون الطلبة وكلية الشريعة. الهدف من هذا اللقاء أن نوعي الطلبة بأهمية القيادة وأن يصنعوا شخصياتهم بصورة قيادية، لأن القائد هو الذي يؤثر في هذه الحياة. القائد عنده إمكانات ويستطيع أن يربي نفسه بطريقة معينة، له سمات وعنده وظائف، والهدف كما قلت سابقا أن يحرص الطالب على أن يمتلك هذه السمات ثم يطبقها في هذا المجتمع نفعا له وخدمة له. كلنا بحاجة إلى أن نسهم في خدمة هذا المجتمع باتجاه التغيير نحو الأفضل، والأقدر على ذلك هم الشباب، خاصة طلاب الجامعات الذين سيكون لهم في المستقبل شأن كبير بإذن الله حسب الرؤى الملكية والتوجيهات السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني. وشكرا لكم. قد استفدنا من هذه المحاضرة بما خص الشباب وتأثيرهم في ولو في البيئة البسيطة، وكان عنوان انطلاق دعوة الإسلام في التغيير وكلمة حاول، وعلى الإنسان أن يحاول ويغير ولو في بيئته البسيطة، وأن لا ينظر إلى أن القيادة هي تكون لرئيس دولة أو ما شابه، بل تكون في أبسط الأشياء ولو في البيت. استفدنا من دورة القيادات الشبابية أنه لازم الواحد يتعب على حاله، ما بصير يظل مرتاح وقاعد يعني. وتوصلت لجواب السؤال هل ممكن أنك تكون قائد، توصلت أنه الإجابة نعم إن شاء الله.